واحد السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ بخير صحه لاباس؟ اسال من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. وديع شريف مع طائر محبي طائر الحسون معكم ان شاء الله. سلعه جديده باذن الرحمن، كلها بيولوجي، كلها بيو 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 بيو. غنخدموا ان شاء الله وغنخدموا ان شاء الله من القدام الا على البيو. بطبيعه الحال الطيور ديالنا خاصهم ديما البيو، وبنادم حتى هو راه خاصو البيو. اذا في حاله الطير الى وصل واحد المرحله عاد كنحاول نقدموا ليه حاجه اللي هي كيميك، ولكن الى حاولنا نتهلاو في الطيور ديالنا غنوصلوا الطير ديالنا ما يوصلش لديك الدرجه باش غيوصل للمرحله ديال يتهلك. ياك راك عارف انك داك المثال. اورنيت زينه اورنيت زينه اورنيت زينه اورنيت زينه، ما ديوش ليا اورنيت زينه. اورنيت زينه هاد الشركه اسبانيه اللي ان شاء الله باذن الرحمن غنحاول نجربوها وغنحاول نستعملوها وغنحاول نوصلوها للاخوان اللي ان شاء الله باغين هاد البرودوي هذا ان شاء الله، واللي كاسي انتريسات واللي بغا ان شاء الله. حنا المهم عندنا المحل ان شاء الله كما غيكون باذن الرحمن غيكون في كازابلانكا بالضبط في القريعه، وان شاء الله باذن الرحمن اي انسان ولا اي واحد محتاج لهذا البرودوي هذا وبرودويات اخرين ان شاء الله غتلقاهم في المحل. غنخلي لكم ان شاء الله في الديسكريبسيون الاخوان، غتلقاو في البلاصه الفلانيه ان شاء الله، غنخلي لكم الشرح فيها غتلقاو ان شاء الله البرودويات. بالنسبه للبرودويات هادو كلهم كيف ما قلنا بيو، يعني طبيعيين، والحمد لله ان شاء الله. نتمنى نسال من الله عز وجل نخدمو غير بالطبيعي، ولا يستنينا الله عز وجل اي حاجه بغيتو نوصلو لكم نوصل لكم. ومن بعد داكشي كاينين عندنا ان شاء الله بزاف ديال لي برودوي، بزاف لي برودوي كيف ما كتشوفوا، بالنسبه للمقنين، بالنسبه للكنار، بالنسبه للدجاج، بالنسبه كاين بزاف 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 اخوت. وكيف ما شفت قبيله كاين واحد اللي هو هذا البرودوي عاوتاني هذا جديد هذا ستيمولاتوري، هذا بحال اللي فيه الفيتامين اي، بحال اللي فيه الفيتامين. المهم خوتي انا مازال باقي خلاه واحد عاد غنطور في التجربه، وان شاء الله اللي هي حاجه مهمه وهو ما كاينش فيه المدرح حاليا، نون ريزيست، ما كاينش المدرح. باش نحاولوا نعرفوا الا بغيتي تفوت المدرح جي خدو من عند خوك، ولا سير خدو من عند السيد، ولا خدو من عند، حاول بغيتي تاخذ البرودوي ما كاينش مشكل. نخلي لك النمره ديالتنا ان شاء الله. فين هي؟ فين هي النمره؟ ها هي النمره، غتلقاها حتى هي. الا احتاجتي اي حاجه مرحبا بك والف مرحبا. بالنسبه هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا ديال البارفا، عندنا ديال المقنين، عندنا ديال الببغاء، عندنا ديال هادو صراحه برودويات اللي هما كيعاونوا الطير باش يكون بواحد الصحه جيده، وكيعاونوا شي طيور بانهم نورمالمون باش ما يوصلش لهم المرض وباش باش 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 باش. ان شاء الله كيف ما قلت لكم بطبيعه الحال حنا غنحاولوا نوصلوا واحد الحاجه اللي تكون هي نستافدوا منها كاملين ان شاء الله باذن الرحمن. بالنسبه خوتي المحل، غنعاود نزيد نقولها، المحل كيتواجد في القريعه كازابلانكا، واللي محتاج اي حاجه ممكن نصيفطو ليه باذن الرحمن في المغرب كله، من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، من طنجه لكويره. ياك يا هذيك مزيانه سيدي. المهم كيف ما قلت لكم كما كتشوفوا عندنا برودكسيون جديده ان شاء الله اللي غتدخل المغرب، اللي هو انا كنحاول نقدم لي برودوي اللي هما احسن، وهاد الخطره ان شاء الله غنحاول نقدم لكم برودوي بيولوجيك. البرودوي هذا كنت استخدمته ديجا، خدمته تقريبا من العام اللي فات، والحمد لله كانت النتيجه ديالته جود كيف ما كيقولوا هما. هاد الشركه هادي يعني ما عندهاش الوقت بزاف، ولكن هي شركه اسبانيه، وشركه يعني اللي هما كيحاولوا باش يديروا برودوي ديالهم
بيولوجيك. علاش بيولوجيك؟ باش تكون القضيه ديما فراخ يكونوا عارفين. انا ديما كنحاول نجيب ديما البيولوجي، كنحاول ديما نجيب شي حاجه اللي هي جديده، وان شاء الله كيف ما واحد الاخوان بان ان شاء الله غنحاولوا ديما نوصلوا لهذا المستوى، نوصلوا به الى اعلى الى اعلى الى اعلى باذن الرحمن. كيف ما كتشوفونا ان شاء الله هذا هو البرودوي، وهذا ان شاء الله ان شاء الله غتلقاو اي برودوي هنايا، غتلقاو الديسكريسيون ديالو، وان شاء الله هنا من بعد غندير لكم كل حاجه، كل برودوي ولاش كيخص. انا دابا غنبغي غير نبشركم، بقاش فرحان، بغيت نبشركم ان شاء الله بان هذا البرودوي هذا راه غيدخل ان شاء الله للمغرب، وفي بزاف في بزاف ديال ديال بالنسبه للمقنين، بالنسبه للكنار، بالنسبه للبابغاء، بالنسبه لسميتو لي سيبارابل، كاينين بزاف ديال البرودوي ان شاء الله. وان شاء الله باذن الرحمن غنكونوا حنا الاول السباقين باش غندخلوه ان شاء الله للمغرب، وباذن الرحمن باش نكونوا المعتمدين ان شاء الله لهاد الشركه هذه ان شاء الله، باش نحققوا واحد الهدف. اما هو باش نعتنوا بالطيور ديالنا، وطبيعه الحال اللي هي اهم حاجه مهمه، وهي نعطيوهم البيولوجيك، يعني واحد الحاجه اللي بيو، ماشي شي حاجه اللي فيها الكيميك، ماشي شي حاجه اللي فيها يعني اللي فيها الشيميك واللي غتكون يعني ما خداماش. بالنسبه للبرودوي ان شاء الله كيف ما قلت لكم غنحاول، هذه اكسكلوزيفه يعني، غنحاول ندير لكم ان شاء الله ندير لكم سميتو شرح مبسط بطبيعه الحال، داكشي اللي كنعرف انايا كيف من هذا، غندير لكم شرح مبسط كل برودوي ولاش كينفع. بحال المثال عندي هذا البرودوي هذا اللي هو ديجا اصلا نواتيف، يعني بحال اللي يقول واحد الحاجه جديده بالنسبه لهذا كيف ما قلت لكم اخوتي مزيان على طول السنه. هذا علاش؟ هذا تب البيض كيقول لك اودي مزيان باش بوانوار ما تكبرش فيه، ما يكونش فرخ فيه. وحتى واحد الحاجه اللي هي مهمه ان شاء الله، عندي واحد برودوي اخر اللي هو حاولت باش نشدو حتى هو، بانه كي حتى بالنسبه للبيض اللي كيكون في عند الانثى، بالنسبه للبيض اللي كيكون عند الانثى باش ما يموتوش ليها الجنين، يعني باش يكونوا كلشي فاكورد، يعني كلشي يكونوا يعني فيهم المقنين، واللي يكون فيهم الكنار، واللي يعني يكونوا كلهم 100% ناجحين باذن الرحمن. المهم ما نديوش عليا انا يا اخوتي، راه من الصباح وانا خدام وهادي كنجري من هنايا، حاولت نعطيكم هاد البشرى هادي، ولا بالنسبه لي انايا حاجه جديده ان شاء الله بانه غنخدموا بها. وكيف ما قلت لكم انا ان شاء الله بيو، حنا ضروري خاصنا نقلبوا على البيو بطبيعة الحال. عندنا برودويات اخرين ان شاء الله اللي منهم بالنسبه للكناري على حسب لا موتاسيون، بالنسبه ملي يكون في وقت ديال الراحه غتكون فيهم ان شاء الله. بالنسبه للبارفا كاين كل دابا كل طير والتخصص ديالو، كل طير ونورمال بطبيعة الحال، ماشي ممكنش دابا ناخذ واحد برودوي بحال دابا هذا ما نقدرش نعطيه للمقنين، ولا عندي هذا حيتاش ما نقدرش نعطيه للكنار. لا، تقدر تخدمو الكنار، تقدر تخدمو الريسيبارابل، تقدر تخدمو المقنين، تقدر تخدمو ان شاء الله يعني جميع الطيور ان شاء الله تقدمو ليهم. هذا بالنسبه كما قلت لكم بالنسبه لهذا البرودوي. كاين عندنا برودوي اخرى ان شاء الله، وشنو دابا ان شاء الله باذن الرحمن غنحاول باش يكون في المتناول الجميع. مثال يعني هنا بالنسبة عندي 200 غرام، 200 غرام يعني غيكون واحد الثمن اللي هو إن شاء الله في متناول الجميع، اللي هذه هي إن شاء الله أول حاجة كنحاول نخدم عليها. كاين بالنسبة حتى بالنسبة للهاكر، بالنسبة كيف ما كنقولو حنا بالنسبة للوقيتة ديال الراحة، بالنسبة المهم هنا عندي أنا بزاف ديال الحوايج ديال البرودويات هنا، وإن شاء الله كيف ما قلت لكم انا ان شاء الله غنحاول نقدم لكم دقه نقدم لكم كل واحد واش الميزه ديالو، باش ان شاء الله ملي تاخذوا ولا ملي تستعملوا ولا ملي تاخذوا شي بلاصه ان شاء الله تلقاو المعنى، يعني كيفاش كتخدموه. انا غنحاول نقدم الجهد اللي فيه باش نوصل
نوصل هذه المعلومات هذيك. وبالنسبه للاخوان اي واحد كيف ما كنقول ديما في الفيديو ديالي، الا كانت عندك شي استفسارات وكان عندك شي اقتراحات على الراس والعين، حنا انايا لهنايا باش نوصل واحد الميساج للاخوان ديالي كاملين. وحاجه اخرى من هذا المنبر هذا، انا كنشكر كاع الخوت، كاع الخوت اللي مدعمين لي القناه، وكاع الخوت اللي راهم دايرين فينا الثقه من المغرب، الجزائر، تونس، مصر، ليبيا، العراق، الامارات، السعوديه، الكويت، الاردن، فرنسا، في بلجيكا، في هولندا، المهم في الدول العالم ان شاء الله. الحمد لله كاع الخوت اللي هم راهم الحمد لله كيوصلوني الرسائل ديالهم بالشكر. خويا محمد الدنمارك، فلسطين، يعني زعما صراحه خويا هشام الله ينوركم اخوتي. المهم ان شاء الله كيف ما قلت لكم هاد بروبويت ان شاء الله غنحاول نشرح لكم لاش كيخدموا ان شاء الله. بطبيعه الحال الا بغيت نشرح لكم كل برودوي ولاش كيخدم، خاصو كل واحد وقيته ديالو. غندير واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش نحاولوا نشرحوا شنو هي الاهميه ديال هاد البرودوي. من بعد هاد البرودويت هادو ان شاء الله وانت بعينك مغمضه، ما غيكون في لا ترافيك، ما غيكون في لا هذيك لا هذه. علاش؟ باش هاد بالنسبه الناس اللي غيجيو ياخذوا من عندنا ديريكتومون غياخذوا واحد الحاجه اللي هي اكيده 100% ما فيهاش الدغل وما فيهاش المشاكل. يعني هذه اللي هي كنوصي بها الخوت. بالنسبه كما قلت لكم ان شاء الله برودويات بيو ناتشورال، وان شاء الله انا غنكون عندكم ان شاء الله. بالنسبه لاي استفسار ان شاء الله غندير لكم كل برودوي وغندير لكم الشرح ديالو. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا ديال بنغاليني، كيف ما كتشوفوا هنا عندنا ديال المقنين، ديال البارفا. بطبيعه الحال هادو بحال اللي قلت التخليطه نورمالمون ديال البارفا. بطبيعه الحال هذه شركه اسبانيه باش الانسان باش يكون على علم. بالنسبه للفريخات الصغار حتى هما يعني الماكله ديالتهم اللي عنده اللي بغى يوكل اللي عنده، بالنسبه على حسب انت شنو بغيتي تعطي للطيور ديالك. ومن فوق هادشي كاع كامل ان شاء الله عندنا حتى بالنسبه للدجاج. بالنسبه للدجاج يعني الدجاج ديال الزينه عندنا ان شاء الله البرودويات ان شاء الله غيدخلوا حتى هما. ونتمنى من عند الله ان شاء الله انسان اي واحد ما كملش كمل لله عز وجل. حنا كنحاولوا نجيبوا شي حاجه وكنحاولوا نوصلوا شي حاجه اللي هي تكون افيكاس. النقطه الثالثه وهو ان شاء الله غيكون عندنا السيت ويب، وان شاء الله راه غنحطوه في ان شاء الله دابا باقي كنخدمين عليه. غيكون ان شاء الله في عام قريب ان شاء الله غيكون سيت ويب اللي هو ممكن تشريو منه ان شاء الله، وممكن يعني تتصلوا بنا وتعرفوا اي حاجه ان شاء الله باذن الرحمن. واي استفسار راه حنا راه الاشاره باذن الرحمن. كيف ما قلت لكم اخوتي شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.